بس صراحة يكون في علمكم صح الرئيس هادي وهدوءه هذا هو من أجل بيفكر بعمق في احتياجاتكم الأساسية والضرورية، وهي الماء ضروري والكهرباء ضروري والصحة ضروري والتربية والتعليم ضروري والطريق ضروري، خمسة أساسيات. ما عاد تشتوا هذا الخمسة الأساسيات بيفكر فيها، وهن أهم حاجة في حياة المواطنين، والرئيس مهمته توفيرها. ايش رايك كيف بتوفرها يا فخامه الرئيس؟ لو حتى يتقسمونها هم والاتحاد الاوروبي، الاتحاد الاوروبي من 27 دوله و6 دول، يتقسمون الكهرباء عند واحد والطريق عند واحد والماء عند واحد والصحه عند واحد والتربيه والتعليم عند واحد، يعتبرونها جزء، يعني يساعدني في ماده واحده بس، ما يوزع شيء مادتك في كل مكان. يقول يا دولة كذا يعني قومي لنا بالماء، ويا دولة كذا قومي لنا بالكهرباء، ويا دولة كذا قومي لنا بال بكل بساطة هكذا هي، هذا هي الرئاسة. شوفوا ما أسهلها، الرئيس فقط عليه أنه يصدر توجيهات وأوامر للدول، وكل دولة تلتزم بما عليها، ما التزمتش يغير الدولة، يغير الرئيس. هذا هو بيمارس الآن صلاحيته، عليه يصدر توجيهات للدول وكل دولة تلتزم. الأخوة في فرنسا، يا خالة فرنسا، عليك التربية والتعليم. بالنسبة لبريطانيا، يا أصحاب بريطانيا، عليكم الكهرباء. سويسرا، سويسرا عندكم البنوك، خلاص عندكم، عليكم الرواتب، عليكم الرواتب والتزموا بها بدون أي خصمية، تمام؟ كل دولة تعرف ما لها وما عليها، مش حلو الرئيس يجلس يكرر كلامه، كل دولة تلتزم. يا سلام، ما أحلى الرئاسة هكذا، وزع مهامك على الدول وكل واحد يلتزم.